والآن يتفضل المهندس مينا ويليام المدير التنفيذي لمبادرة ابدأ بعرض مجموعة من المشروعات المساهمة في تطوير الصناعة في محافظة سوهاج. السيد الرئيس، السادة الحضور، بنرحب بحضرتك يا فندم النهاردة في محافظة سوهاج، أحد المحافظات اللي مبادرة ابدأ اشتغلت فيها بقوة على الأرض لدعم كل مصنع وكل مستثمر صناعي. احنا دايما يا فندم كنا عند توجيه حضرتك بأننا نبني على اللي موجود، عشان كده أول ما تم تسليم مجمع غرب جرجا الصناعي اللي بيضم 178 وحدة صناعية، نزلنا نشوف المستثمرين والمصنعين علشان نقدم لهم الدعم اللازم اللي محتاجينه مننا. ده كان بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية. قدرنا كمان يا فندم نكون دعم أساسي لعدد من المصانع اللي بدأت إنتاج بالفعل. اسمح لنا النهاردة يا فندم إن احنا نفتتح مع حضرتك عدد 3 مصانع كنموذج للمصانع اللي تم دعمها أو مشاركتها من المبادرة داخل مجمع غرب جرجا. نستأذن حضرتك يا فندم في إن احنا نبدأ بافتتاح أول مصنع، مصنع البلاستيك. أستاذ محمد أحمد تفضل. السلام عليكم فضيلة الرئيس، برحب بيكم بالسادة الحضور. معاك المستثمر محمد أحمد محمد عبد اللطيف، أول مستثمر يا فندم في المجمع الصناعي غرب جرجا. برحب بحضرتك يا فندم هنا في محافظة سوهاج في صعيد مصر، وتشريفك لنا يا فندم دفعة كبيرة في التصنيع. وإحنا في الصعيد عامة بنرحب بحضرتك وفي ظهرك يا ريس، وفرحانين جدا جدا بتشريفك لحضرتك هنا في الصعيد. أنا مشروعي يا فندم مصنع بلاستيك من البولي أسلين، خامات مصرية 100%، وده فضل من الله ثم حضرتك يا فندم لما تفضلت علينا وفتحت لنا مصانع في اسكندرية، شركة أسيدكو وشركة سيديكرير، وفرت لنا الخامة هنا في محافظة سوهاج عامة وفي جمهورية مصر العربية. بشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر. أشكر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يا فندم في سرعة وتخليص الأوراق. أشكر مبادرة إبدأ يا فندم في دعمها للصعيد. بشكر حضرتك يا فندم، وأخيرا وليس أخيرا، أن كان أمنية حياتي أن أنا قابل حضرتك يا فندم، بس القدر لم يشاء. إن شاء الله الأفضل قادم بوجودك معنا يا فندم وبدعمك لنا يا فندم في الصناعة. والله إحنا بنحبك جدا جدا يا ريس، وتحيا مصر بيك يا ريس، تحيا ميك بيك يا ريس، تحيا مصر، تحيا مصر بيك يا ريس. شكرا يا ريس، شكرا يا ريس. يا محمد، يا محمد، رجعه له لو كان ممكن ترجعه. اتفضل يا سيادة الرئيس. أنا أفندم، أفندم يا ريس. أنا قابلتك يا محمد. طمني الأول، المشروع ماشي كويس؟ أنا طب اسمعني، أنا كنت عايز تاخدني في حضنك يا ريس والله. اتفضل، اتفضل يا ريس. يا محمد، أنا يسعدني ويشرفني يا ابني والله، بس أنا عايز أطمن ليه يا محمد بقول لك كده؟ احنا كل سعداء. كتر خيرك، لان احنا كل فرصه او مناسبه زي كده بنهمنا ان الناس تفهم حاجه. انا بقول لهم على 60 فدان عملنا المجمع ده، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 60 فدان دول لو احنا هنعملهم، ده مش معناه ان انا بقول الزراعه مش كويسه، لا، اقصد اقول يا محمد ان 60 فدان عملنا بيهم 100 حاجه و70 او 180 فضل. منشأ زي كده. طب تفتكر عندك انت في المصنع كم واحد؟ 78 وحده. كم واحد شغال عندك؟ كم 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 انسان او كم شاب شغال معاك؟ كم واحد عامل يا فندم ولا أيوة. كم مصنع؟ لا، اللي عندك انت بس شغال عندك كم واحد؟ 10 15 اللي عندي 20 شاب يا فندم، 20 فنيين. شاب. انا هقول ان هقول رقم ما ننساهوش، انا عندي 180 مصنع، لو فيهم 20 ب 1600. مش كده؟ 3600 دكتور مصطفى بيصححها. لو انا عندي 180 مزيد من التقدم مع سيادتك يا فندم. طب خد بس يا محمد اللي يهمني. انا بقول لك كده ليه؟ فضل. عشان اقول للناس اتفضل ان النهارده انا لو لما بكون عايز اوفر فرص عمل، وقلنا ان احنا نعمل ده في الصعيد ونقدر نعمل قده 10 مرات،
نقدر يا دكتور مصطفى؟ نقدر مش 10 مرات، 20 مره. ولو عملتهم يا محمد هعملهم فين؟ هعملهم في الاراضي اللي مش زراعيه. طب ليه؟ عشان اسيب الارض الزراعيه لينا لاهالينا وللمصر تنتج، واعمل الصناعه دي. ويبقى انا النهارده اذا كان الفدان بيشغل فرد ولا اتنين، هنا في المكان ده بيشغل 20 وممكن يبقى اكتر من كده. ده السؤال. طيب اسالك اكتر، طيب متوسط المرتبات اللي انت بتدفعها كام؟ اتفضل يا فندم. متوسط المرتبات اللي انت بتدفعها كام للشباب اللي عندك؟ اعلى حاجه واقل حاجه. بيبدا من 2000 يا فندم، بيبدا من 2000 كل شاب على حسب مهنته في المصنع. ايوه وشطارته. 2000 جنيه واقصى حاجه؟ وشطارته يا فندم. اه طبعا وشطارته طبعا. اه قدراته. ما أربعة يا فندم. أربعة. وطبعا كل ما هتنجح هتحسن أكتر. وطبعا ال 2000 جنيه في الصعيد أكيد أكيد يا فندم، غير ال 2000 جنيه في أي حتة تانية. لكن أنا بقول لأهل الصعيد هنا، مش سوهاج بس، إحنا نقدر نعمل قد المجمع ده 20 مجمع. وأنا جاي شفت الجبل وشفت يعني المنطقة المستوية اللي جنبه دي تتعمل، وأنا بقولها لكل محافظ ولينا إحنا كمان، تتعمل مساكن وتتعمل مجمعات صناعية. مساكن عشان ما نستهلكش الأرض الزراعية، ومجمعات صناعية عشان الناس تشتغل. وإحنا محتاجين كتير قوي قوي على الأقل نلبي حاجات الناس، حاجات الناس في مصر يعني. فأنا بهنيك، مش عايز أقول لك بتكسب كام عشان انت لسه بادئ يعني، وبس مش ما تخافش، وزير الماليه ملوش دعوه بيك خالص. ربنا يبارك فيك عشان تبقى مطمن. ما تخافش. شكرا. بتكسب كام بقى يا محمد؟ المجمع الصناعي هنا يا فندم. بتكسب كام بقى؟ الحمد لله يا فندم، انا لسه في البدايه يا فندم، ببني مشروعي. بضحك معاك، متشكر يا محمد، متشكر جدا. شكرا استاذ محمد، كل سنه وانت طيب. الله يكرمك يا فندم. المجمع الصناعي ده من احلى ما يكون عندنا هنا يا فندم. طبعا انت طيب يا فندم. شكرا. والرياضه للناس، وخلي بالك من مصنعك، وامن واشتغلوا بدري. شكرا. ووفروا كهرباء يعني اشتغلوا عشان تكسبوا، ربنا يوفقك يا فندم. شكرا. شكرا استاذ محمد. مصنع الاعلاف استاذ احمد عنتر، اتفضل. مساء الخير يا فندم، انا احمد عنتر من محافظه اسيوط، انا مصنع الاعلاف منطقه صناعيه غرب جرجة الوحده 58. انا بنتج حلاق وتسمين، قوه الانتاج 5 طن يا فندم في اليوم. وحضرتك شرفتنا ونورتنا النهارده. يا احمد 5 طن في اليوم مش كده؟ ايوه يا فندم 5 طن في اليوم. 5 طن للساعة يا فندم. في الساعة؟ أنت بتشتغل كم ساعة؟ 5 طن للساعة يعني. طيب. 40 طن يوميا. يعني 8 ساعات بس. بتشتغل 8 ساعات بس. 8 ساعات يا فندم. عايز تشتغل أكتر من كده ولا مش محتاج؟ 8 ساعات يا فندم. طب أنت محتاج تشتغل أكتر من كده يا محمد؟ إن شاء الله يا فندم، طول ما أنت قول يا أحمد مش كده؟ أحمد عنتر؟ حضرتك داعم لينا داعم لينا للصناعة. طب بقول لك يا أحمد، اتكلم معايا كده زي ما بكلمك. المبادرات اللي بتقدمها سيادتك؟ مفيش مبادرات ولا بتاع، خليك في اللي في دماغك، كلمني في اللي في دماغك، ما اسمعش حد ولا اللي بيبص لك ده، كلمني في اللي في دماغك. مبادرات ايه وبتاع ايه؟ احنا عملنا حاجة لسه. تمام يا فندم، مع سيادتك. يا أحمد استنى، بقول لك ايه، كم واحد شغال عندك؟ ربنا يقويك يا فندم. بترد يا انا شغالين معايا بتاع 25 عام. طب بتدي مرتبات كام يا من 3500 الى 7000. ما شاء الله، كويس قوي. طب انت غليته العلف ليه بقى يا احمد؟ ما كرتونة البيت غليت. لا انا العلف عندي يا فندم رخيص، انا ،
صحيح بجد يا احمد. بجد يا فندم طول انا شغال اعلاف مواشي حلاب وتسمين. طيب الدنيا ماشيه معاك كويس وكل حاجه، انا بس شايف في عصافير كتير جوه المصنع عندك، ما اعرفش ليه. الحمد لله. العصافير بتاكل العلف. انا مصنع اعلاف بقى، انا اساسا مصدر الطيور. انا شايف العصافير جوه المصنع كتير. مصنع علاف بقى يا فندم. ربنا يا رب يوفقك يا احمد، ربنا يا رب يوفقك وتعمل اكتر. امين يا رب. امين. وتسهل والله للناس اكتر. شرف لينا يا فندم ان انت شرفتنا النهارده بمحافظه صوات. يا احمد كلمني انا، مالكش دعوه باللي بيبص لك. وانا بشكر سيادتك على الدعم الكبير لل ماشي يا احمد، بالتوفيق ان شاء الله. الف مبروك. شكرا يا فندم. كتر خيرك يا فندم. توفيق ان شاء الله. شكرا استاذ احمد. مصنع الفندي والحذاء الرياضي بالشراكه مع ابدا، استاذ احمد العرياني اتفضل. سياده الرئيس كل عام وحضرتك بخير، شرفتنا ونورتنا. احمد العريان رئيس مجلس اداره العريان جروب للغزل والنسيج وصناعه الملابس والاحذيه الخفيفه. حضرتك يا ريس قلت لنا ابدأوا في مؤتمر الصناعات اللي فات، واحنا بدأنا بالفعل بالشراكة مع شركة ابدأ للتنمية الصناعية، وعملنا لأهالينا في صهاج في غرب جرجا أول مشروع لصناعة الفندي والكوتشي في الصعيد. يا فندم ده نموذج لمصنع كبير إن شاء الله هنعمله، إن احنا بنحلم زي ما حضرتك قلت وهنحقق إن شاء الله وهننفذ، إن احنا نجيب مصنع أكبر مصنع في الشرق الأوسط ب 500 ماكينة، وال 500 ماكينة ده يا فندم ممكن يطلعوا من 9 إلى 10 مليون قطعة حذاء في السنة، وبالتالي يا فندم يبقى في تعميق للصناعة وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الواردات يا فندم وتوفير عملة صعبة. يا فندم إن شاء الله يا فندم إن شاء الله يا فندم هننجح إن شاء الله. وبقول لحضرتك اسمح لحضرتك إن نقدم أول 1000 كوتشي هدية مننا لأهالينا في حياة كريمة. واشكر حضرتك جدا 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 يا فندم على دعمك للصناعه الفتره اللي جايه، وان شاء الله خير ان شاء الله خير. طيب شكرا يا فندم. لا جدا. لا استنى بس يا عريان بقى، استنى كم واحد شغال عندك لو سمحت؟ حوالي 20 يا فندم. طب مرتباتهم كم من كم لكم يعني؟ فندم احنا عملنا اعلان بالفعل وجبنا من 4 إلى 6 يا فندم، وفي عندنا بيوصل ل7 و8 و9 و10 يا فندم. 10,000؟ ايوه يا فندم. انا بقول الكلام ده مش عشان حاجه، ده بنسميه هو المهندس تصميمات. و اتفضل يا فندم. طيب انا بسال السؤال ده مش عشانك انت ومش عشان ده كل ما العامل اتفضل يا احمد. يا فندم احنا بنشتغل بطريقه واقعيه يا فندم. الفني لما بيبقى عنده خبره اكتر، المهندس لما بيبقى عنده خبره اكتر بيزيد في المرتب. ويا فندم احنا في الشغل عندنا بنديله نسبة على الانتاج كمان يا فندم، كل ما يشتغل كل ما ربنا يرزقه اكتر يا فندم. طب اتكلم انا؟ ويا فندم ابشرك يا فندم برضو بحاجة كويسة، ان احنا ال 500 ماكينة
احنا اتفقنا مع الشركة الموردة للمكن عندنا ان هم يجي يصنعوا ال 500 ماكينة هنا، ويبقى بالفعل الماكينة والمنتج صنع في مصر بكل فخر. ده اللي احنا بنحلم بيه يا فندم، وهننفذه ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله بالتوفيق، والف مبروك على المصنع الصغير والمصنع الكبير ان شاء الله. وانا عايز اقول لك على حاجه، لما بسال على ارقام عدد اللي بيشتغل او كم بيقبض، ببقى عايز الفت النظر للناس ان قد ايه المجمع ده، الدكتور مصطفى والاحمد وزير التجاره، قد ايه لو احنا قدرنا نتوسع ونيسر للناس ونخليهم يبداوا ويشتغلوا كده، احنا هنساهم مساهمه كبيره جدا. اولا بان يطلع منتج الناس تستفيد منه، لان الكلام اللي معمول ده اكيد اهالي الصعيد واهالي سوهاج هيستفيدوا من المنتج ده لاولادهم اللي في المدارس، وقال اي حد هيلبس الحاجه دي وبسعر معقول، غير لو احنا استوردناه من بره او جبناه حتى من القاهره لهنا، يبقى ده بينتج لصالح المنطقه او يعني محافظه سوهاج والمحافظات اللي جنبه. لكن شوفوا النهارده الكلام اللي بيتقال ايه، كل ما بيشتغل ويبقى ماهر كل ما ياخد اكتر، كل ما يشتغل ويبقى ماهر ياخد اكتر. فانا يعني بسال المرتبات عشان كده، عشان اولا اطمن ان الرقم ده رقم معقول، والصناعه دايما مرتباتها اكتر من اي حاجه تانيه. يعني دي كمان حاجات تكنولوجيا محدوده، تصوروا لو احنا بنشتغل في تكنولوجيات متقدمه، والناس اللي واقفه على المكان ده عفوا بتعمل حاجات متقدمه اكتر. كل اللي هطلبه منك، وده محتاج ان احنا كدوله نساهم معاك نساعد معاك فيه، ان موضوع البحوث وجودة الإنتاج نساعد المصانع ديت أيضا على إن هم إذا كانوا محتاجين تدريب نساهم في التدريب ده، أو نوفره خبرات نوفرها عشان المنتج بتاعك يبقى منتج منافس وبيحقق المواصفات العالمية اللي هي بيتم إنتاجها في أحسن وأكثر الدول تقدما يعني. طب أقدر أسألك أرباحك الشهرية كم تقريبا أحمد؟ فندم إحنا عاملين دراسة جدوى لأي مصنع بيتكون من ده، بيتراوح من 23% من نسبة المبيعات لحد 30% أو 35%، وده بالفعل يا فندم كلام على أرض الواقع، مش بنقول أرقام بس. أنا ما سمعتش الرقم. كام يا أحمد؟ من أرباح من 23% يا فندم إلى 35%. يعني كام يا أحمد؟ من نسبة المبيعات يا فندم. برضه ماليش دعوة يا أحمد. يعني يا فندم أنت لو بعت ب 100 أنت لو بعت ب 100,000 يا فندم نكسب 20,000 ل 30,000. بعد كل مصاريفك تضحك. هبعت لك الدكتور معيد. أيوة على طول. والدراسه موجوده يا فندم. ربنا يوفقكم، ويا رب تبقى بقد كده 10 مرات و100 مره انت وكل اللي بيشتغل. ان شاء الله يا فندم، ان شاء الله. هوصيك على حاجه، ان شاء الله يا فندم، بدعمك للصناعه فعلا يا فندم. الصناعه زي الزراعه. طبعا طبعا. هقول لك على حاجه، خلي بالك من صحه الناس اللي عندك، عشان يعني الطب الصناعي، عشان اللي بيقف كتير واللي بيشتغل بطريقه معينه كتير، يبقى اثار ده تتلافى بالرياضه. تتلافى بالايه؟ بالرياضه. يعني الوزن الزياده، رياضه يا احمد، الوزن الزياده ما ينفعش. فاهم يا احمد؟ طب متشكر، انا بضحك معاك والله. متشكر يا فندم، متشكر. شكرا سياده الرئيس.